ادي موضوع فرجاني ساسي. طيب اروح لموضوع تاني عشان لسه كان معايا اتصال مع محمد الشناوي، لان في ناس ابتدت تجتهد وتقول محمد الشناوي مصاب وعنده الخلفيه وكلام من ده. الراجل كان مسافر في الامارات وانتم عارفين موضوع السفر، وبعد السفر راح من الامارات لبرج العرب، النهارده كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه، وده طبيعي جدا بسبب مواضيع السفر، 3 ساعات ونص ويرجع ويركب عربيه يروح بها 2 ساعة لبرج العرب، فطبعا ده اجهاد طبيعي جدا، العضلات بتبقى يعني فيها تكدس شويه كده. محمد الشناوي بكره في تدريب منتخبنا الوطني وما فيهوش اي مشكله. طيب هنروح بقى